أنهى منتخب مصر لكرة اليد الدور الأول بدور المجموعات بأولمبياد باريس، محتلا طبعا المركز الثاني بعد الدنمارك المتصدر برصيد 10 نقاط، ورفع المنتخب برصيده للنقطة السبعة بعد فوزه أمس على الأرجنتين بنتيجة 34-27. وبذلك بيلتقي منتخب مصر مع منتخب أسبانيا يوم الأربع المقبل بعد ما احتل المنتخب الأسباني المركز الثالث في المجموعة الأولى، وكان آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في أولمبياد طوكيو الأخيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، واستطاع المنتخب الأسباني التفوق بنتيجة 33-31.